بعد حادثة الفرحاتية، القوى السياسية السنية اكتفت بالبيانات والتصريحات والتعازي، والمكون السني لحد الآن ما شاف زعل جدي وحقيقي من الكتل السياسية اللي تمثله بداخل البرلمان أو الحكومة. المواقف السياسية السنية كلش قريبة من مواقف القائد العام للقوات المسلحة اللي اكتفى بكلمات التعازي لذوي الضحايا، وقال اطمئنوا تبقون بحماية الدولة وما نسمح لأي قاتل أو جهة تحاور تعيد الطائفية. هذا الحكي الناس دائما سمعته وما انتج عن مخرجات حقيقية إلى الآن، بدليل الجهات المسؤولة عن أي حادث ماكو عدها إعلان رسمي، ولا أكو بحث عدها جدي عن مجريات الأحداث الأمنية اللي خربت غزل ومنهج الكاظمي. بس مع هذا اتجه رئيس الوزراء إلى فرنسا لبحث مستقبل العلاقات الخارجية والاقتصاد على رأس النقاشات. الطرف الكردي لحد الآن يراقب إجراءات بغداد بخصوص حرق المقر الحزبي التابع لبرزاني، وهذا أكيد ما يختلف عن أي حادث صار ويصير بالعراق، لأن الجماعة هم شكلوا لجنة حتى يحققون بالحادث، وأكيد حالها حال اللجان اللي صارت عبارة عن طمطمة وقبض ماكو. وبظل هاي الظروف الدامية والمعقدة أقام رئيس البرلمان دعوة قضائية على اليمن على النائب علي الصجري، يا بليش، لأنه شهر بيه بالإعلام وبتويتر. طبعا هذا التشهير مشاهدينا الكرام ببساطة جدا عبارة عن انتقادات وكشف حقائق أداء رئيس البرلمان، والنائب الصجري معروف بصراحته ويقول ماكو شيء اسمه زعامة سنية ولا زعامة سياسية، وناشد القضاء بتغريدته الأخيرة بالتدخل الفوري لإيقاف صفقة المليارات الدولارية اللي وقعها رئيس البرلمان واللي كانت سبب رئيسي بالأزمة الاقتصادية. وما نعرف سالفة السباق الانتخابي وسالفة الزعامات إيش وقت تنتهي، الله أعلم.